نرجع تاني مع الكابتن حازم امام ونكمل كده حديثنا شويه في موضوع فيتوريا واتحاد الكوره. بعض الناس شايفه ان فيتوريا محتاج دعم اكتر من اتحاد الكوره. يعني انا اتكلمت مره مع الراجل كان بيتكلم ان الامور عايزه مشروع كامل متكامل، ان هو صح. بيستعد دلوقتي ان هو يقدم لكم مشروع من قطاع الناشئين وفي منتخبات ناشئين لازم الاهتمام بيها. يعني القصه مش هتقف على لا لا، الراجل على فكره من افكاره المهمه جدا ان عايز الفرق اللي هي 2001 مثلا تلعب في الدوري الدرجه الثانيه، يبقى دوري الدرجه الثانيه هي في منها الفرق كلها اللي تلعب، الزمالك يبقى زمالك به، الاهلي اهلي به، ومع الدرجه الثانيه. قلت له يعني احنا هنا في مصر مفيش نادي هيقدر ميزانيته يبقى عنده 70 لعيب، انك تلعب الفيرست تيم 30 مثلا والسكند تيم ده 30، عنده 70 لعيب ويسافروا ماتشات رايح جاي وياخدوا مرتبات، هيبقى صعب، مفيش فرقه في مصر تستحمل. فهو عنده فبيحاول بيشوف. لكن خليني اقول لك حاجه، فيتوريا اكيد في الاول هو جاي الناس متوجس مدرب كويس بس مش شايفين، كل ما هيلعب وكل ما يلعب كويس وكل ما هيكسب كل ما هو بيكسب ارضيه عند الناس، عند المشجعين، عند المحللين، عند المتابعين، عند المسؤولين. انت ما بواحد جديد مش عارف ايه، لا مش انا مش موافق، لما تلاقي شغله ابتدى نوعا ما ينور شويه تبتدي تقول طب والله طب يلا خد، فاهم؟ فانا بشوف ان هو شغله هو اللي هيخلي الناس قبل المسؤولين تتقبل اللي هو في دماغه. هو عنده حاجات كتير قوي، يعني هو على فكره من اسباب السنه ان احنا نحط 99 في الفيرست تيم، لان هو لقى السن ده، يعني هو عمل شاف الارقام لقى ان السن ده مش بيلعب كتير في الدوري المصري، فقال لنا يا جماعه خلوا السن ده انا عايزه يبقى موجود، لو نهيتوه ومشوا معظمهم بتوع الفرقه الكبيره هيروح للفرقه الصغيره، بس بتوع الفرقه الصغيره هيروح فين؟ هينزل تاني ثالثه ورابعه وثانيه، فهيختفوا. فعملنا الفكره دي بسبب ان هو اللي فكر وان هو شايف اللي هي الاعمار اللي انا بقوله، ان هو 99 يبقى في خمسه ما يتأيدوا، ما نلغيش السن كله. لان بيقول لي انا لقيت ان معظم الفرق السن بتاع 99 اللي هو عنده 22 23 ما بيلعبوش في الدوري، ما فيش حد بيلعب كتير، بيتصاب ما بيلعبش. فعايزين نحافظ على السن ده ما يختفيش، انا عايز لعيبه صغيره كتير. طب هو حاسم دلوقتي ما يجي يعمل الربط ما بين قطاعات الناشئين وما بينه بيهندل مع مين؟ يعني هو النهارده عشان يعمل مشروع اربع سنين يستلم لعيبه من تحت، لا لازم يكون في مشروع تحت هو ياخد منه. ما هو تحت انت عندك منتخبات، هو انت عندك منتخب كابتن محمود جابر هو عندك قصدي سوري الاول ميكالي منتخب اولمبي، وهم علاقتهم كويسه جدا ببعض. وعنده 2003 كابتن محمود، هو وصل لغايه 2006 كابتن وهبه كان بيتفرج على الماتشات يعني، بس طبعا صعب ان ياخد منه، لكن قصدي هو شايف الحاجات دي. وانا اتكلمت معاه في الاول على احنا ازاي، وانا وكان حاج عامر يعني على فكره ان المسابقات عامله ازاي عندنا. محمد وهبه على فكره كان معاه لعيبه كويسه، يعني كان معاه لعيبه كويسه، مع ناس كويسه. المشكله كابتن وهبه الفرقه دي لعبت حوالي يا سيف 14 ماتش، برضه الناس يعني خلينا نقول للناس كسبوا 12 او كسبوا 11، كسبوا اول 11 ماتش بما فيهم كل الفرق اللي لعبوهم دلوقتي، السودان ليبيا والجزائر والمغرب وتونس في البطوله العربيه كسبوها كلهم، ولعبوا السعوديه ماتشين كسبوهم، ولعبوا السودان كسبوهم، ولعبوا الامارات ماتشين كسبوهم. اول ماتش كان يخسروا كان نهائي البطوله العربيه من المغرب، الولاد اول ما يخسروا اول ما دخل فيه كانوا بيلعبوا ماتش المغرب كانوا كويسين جدا، اول ما دخل فيهم الجون لوشوا، هم ما شافوش الهزيمه قبل كده، هم بيكسبوا على طول ما خسروش. فانا حتى كنت قلت له يا كابتن وهبه الولاد عندهم مشكله ان هم لما دخل فيهم جون هم مش شايفين، متوترين جدا، كور عاليه، لعبهم كله راح، لازم يهدوا شويه. لا البطوله دي اوحش ماتشين لعبوهم، اوحش ثلاث ماتشات انا متابعهم ولعبوا، وبقول لك في الاول مع الفرق دي كلها كانوا بيكسبوا اثنين وثلاثه، ليبيا كسبناها اربعه، تونس كسبناها تقريبا اثنين او ثلاثه، المغرب كسبناها واحد، الجزائر قبل البطوله دي كسبناها في ملعبها اللي هي متاهله اوريدي. بس انا ما اعرفش متوترين، ده مش لعبهم ودي مش طريقتهم، حتى الاجوان اللي تخش فيهم تحس يا سيف اخطاء دفاعيه ساذجه، بس لازم ما تدبحوش، يعني لازم الولاد يكمل سيف. انا فاكر ليا فيديو بعد ماتش نيجيريا لما خسرنا وما صعدناش لاولمبياد اتلانتا، ليا فيديو انا وعبد الستار وعصام الحاضر كان في القناه الثالثه ساعتها، احنا بنتعيط انهيار عياط 96 بنعيط، احنا خلاص ضعنا، احنا ما عندناش حاجه، احنا كده راحت مننا، ولعبنا وخدنا بطولات بعد كده. يعني انت كلاعب
من اللي بتكمل ما تنهزمش وما تدلدلش وما تقولش خلاص الدنيا راحت. انا سني مثلا انتهى لعبت مع سنتين اكبر مني فاهم، زي زيهم 2006 هم سنهم هينتهي صح. لازم الجدع فيهم يكمل 2005 وان هم في لعبه كتير كويسه بس ما تدلدلش بقى وما تقولش خلاص ده ربيع عليا 2005 ده جامد جدا مش هلعب. هتعملوا منتخب 2005؟ اكيد هنعمل منتخب 2005 يعني قصدي هيبقى قريب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع الكابتن حازم امام.